Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on ne va pas cuisiner. Je vous montre ma façon comment je conserve la semoule d'orge longtemps. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجين مالية. اليوم باش نوريكم كيفاش باش نحضروا وكيفاش نصبر السميد نتاع الشعير نتاعي، الدقيق نتاع الشعير. الناس كل عندها مشكل تشوف حاجات الدار سخونه تفسد لنا العوله نتاعتنا وتقع لنا برشا مشاكل. انا طريقتي نحضر بها نصبر بها مده كبيره السميد والا شربه المرمز ولا شربه الشعير، نصبرها بالكونجيلاتور وتبقى لي مده كبيره كبيره. تابعوني تشوفوا طريقتي كيفاش مش نحضر باش كيفاش مش نصبر السميد نتاعي. قبل كل شيء نحضر زيت الزيتون نتاعي كيما مش طيبوا الخبز نتاعكم عادي، يعني اعتبروا روحكم كيفاش طيبوا خبز نتاع الشعير. واذا كان ما تعرفوش الطريقه باش طيبوا الخبز نتاعكم راهي موجوده في الباج كويزين مالي على اليوتيوب، موجوده الطريقه كيفاش نطيبوا الخبز الشعير. ناخذ زيت الزيتون نتاعي والملح، حبه حلاوه، مغرفتين تاع سكر، وسا دي بون كونتيتي انتم شنو مش تعملوا، والزريعه الكتين وججلان والخميره والماء يكون متلذل، وتخلطوا كاينكم مش تخلطوا يعني العجينه عاديه يعني كان مش طيب الخبز. ولا ميزاني جو بريبار لو تياد دي غران غران دي سيزام غران دو لان دو لا ليفور دو سكر دو سيل اي دويل دوليف اي ابري لي غران فو ميتي كيسكو فولي سي فو زيمي با فو ميتي با. ناخذ توا القصعة نتاع العود نتاعي كي العادة والعويد، تعرفوا تعملوا الخبز ماذا بيكم تخلطوه في قصعة كيفاكا باش تجيكم الخبز بنين ونحافظوا على التقاليد نتاعنا. نحط الزيت الزيتون نتاعي كي انا مش نحضر الخبز عادي، نحط الزريعة هذيك نتاعي الكل والخميرة، نحط عليهم الماء والماء يكون متلذم ماذا بيكم كنش بارد، ونحط السميد هذا الكل، نحط السميد نتاعي الكونتيتي مش نصبرها، انا مش فضل نحضر الكونتيتي هذه الكل. ونبدا نخلط الخليط شوي بشويه، تلموا عجينتكم بشوي بشويه. زيت الزيتون راهو مع خبز الشعير تخلطوه يجيكم من ياسر، ومن بعد وقت الكم مش تخرجوا من الكونجيلاتور تحبوا تزيدوا الفرينه تزيدوا الفرينه. هو الحقيقه مرحي بالكذا ما يستحقش باش نزيدوا الفرينه، اما فما ناس يحبوا يزيدوا الفرينه راكم تنجموا تزيدوا شويه فرينه. لوسونسييل باش الدقيق هذا نتاع الشعير ما يفسد لكمش العوله بتاعتكم باش ما تفسدش. الطريقه هذه خلطتهم شوي بشويه كاين مش نحضر خبز الشعير نتاعي. نحط الماء يشرب برشا ماء هو حقيقة. خلط نبدا نخدم بيتي ونبدا نزيد في الماء بشوية بشوية، الماء اللي يلزم معناها باش تلم العجينة تحضر الساشيات نتاع الكونجيلاتور كونجيلاسيون نحطوهم. خبز الشعير راهو تحفون ياسر، يعني مستحسن كل جمعة على الأقل كل جمعة نعملو خبيزة ولا سوس راهو غالي ياسر خبز الشعير، يفيد ياسر للصحة بصفة غريبة. إذا كانت نجمو نستعملو خبز نجمو طيبو شربة الشعير، نجمو طيبو البرغل، طيبو يعني اي حاجه نتاع الشعير راهي البرغ تاع الكيب نتاع الشعير راهو تحفون برشا. فم تاع الكم نتاع الفم نتاع الشعير نطيبوه راهو في بقعه الكسكسي راهو باهي ياسر بالصحة، راهي حاجه مفيده ياسر 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 ياسر. احنا مضيعين الحكايه هذوما خساره، وساعات ما عنديش الفكره باش نحطو نخلطو بالطريقه هذه ونحطو في الكونجيلاتور خاطر الحقيقه انا صارت عليا وفسدت لي العوله نتاعي. من وقتها انا استعمل الطريقه هذه وحبيت نوريكم طريقه كيفاش نصبر خضر الدقيق نتاع الشعير. نخلط الماكسيموم زاد كيف كنحضر الحابر، نحضر الحابر نتاعي نتاع معاه لا فيوند هاشي نحط فيها في عود، مش نحط الخبز، نحط
السميد هذا نحط شويه بمقدار معرفه في اللي بولات نتاعي وتجيكم بنينه، وجربوا وتشوفوا معناها الطريقه غير مباشره تستعملوا كل جماعه تستعملوا الشعير يعني تستعملوه حاجه كيما تستعملوا التفاح، تخلطوا بالبدا نجموا تعملوا تصبروا بشوي بشوي معناها ما تصبروش حاجه بشوي بشوي باش وقت الحاجاتكم باش تجبدوا تجبدوا بشوي يعني هكا تجبدوا بشوي يعني نبدو نخدموا انا نستعملوا في كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كي عاود نستعمل الشابلور شاجوت لي غران دو لارش ولا سمون دو لارش نحطو في البوريكس هذا كيف كيف نحضرو كي بالطريقه هذيا وهذا بيكم حتى اصغر باش كي تسحقوا باش تعملوها البولات واحد ما تجبدوش حاجه كبيره اذا كان ما فماش عائله كبيره وهكذا وفلا on a fini de cette façon. Si vous voulez par exemple vous voulez préparer votre soupe vous faites des boulettes comme ça et vous le mettez dans votre soupe vous préparez la soupe et la harira ou n'importe et vous mettez de cette façon même il y a de la levure c'est pas grave la soupe on met un peu pincé de la levure pour que ça donne du goût au contraire كيما تشوفوا سي حضرنا البولات هذوما نتاعنا وكيما مثلا شطيب الخبز ناخذ واحده ونزيد معاها الفرينه اذا كان تحبوا بالفرينه اذا كان تحبوا من غير فرينه ناخذوا ثلاثه ولا اربعه وتحطوهم تعملوا الخبز نتاعكم وتخلوه يخمر كي العاده كي انتم تشطيبوا الخبز وهذوما الصغيرين اذا كان باش تعملوا بولات ولا باش تعملوا حساء ولا باش تعملوا شوربه ولا باش تعملوا اي حاجه وميسالش راهو فيها الزريعه ما ثم حتى شيء الزريعه كلها ما ثم حتى شيء كلها باهي مفيده للصحه الخميره كيف كيف الخميره راهو الحساء وقت يقرب باش يطيب نحطوا له شويه خميره بانسي مش حاجه كبيره نص مقرف نتاع قهوه باش يجيكم بنين هذه حاجه راهو متاكده منها ومحضر بالطريقه هذه توا نحطهم في الساشيات تاع الكونجيلاتور ونخليهم ونجبد وقت نحب وروتي ما تفسديش ان شاء الله عجبتكم الطريقه نتاعي وان شاء الله تجربوها في دياركم وعودتكم ما تفسدش تحطوا بالطريقه هذه تحبوا واحده واحده ولا تحطوا زوج مع بعضهم انتم تعرفوا شنو يلزمكم باش ما استعملوش برشا ساشيات مثلا انا ناخذ ساشي واحده نحط فيها دو بولات الطريقه هذه باش كي نجي نجبد ما يلصقوش على بعضهم انا عندي الطريقه هذه شويه نوقف شويه باش ما ونزيد نربط في الوسط باش ما استعملوش ساشيات اكثر بالطريقه هذه يظهر لي مفهوم للناس الكل Je fais un petit trou partout et on va le mettre au congélateur. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé ma façon de comment je conserve ma semoule. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali, merci beaucoup et à bientôt. Inch'Allah, عجبتكم صحابي وحبيبي طريقتي في تصبير الدقيق نتاعي وإن شاء الله نتقابلوا في روسيتنا أحسن وتبقوا على خير.